السلام عليكم. اليوم نروح الولاية عامة، هذه الولاية المنسية حقيقة بسبب واحدة من الأسباب والضعف التأطير المحلي، وما نقولش أشياء أخرى. فبعض الولايات تعتبر يعني منسية تماما. إذن نتكلم اليوم على واحد من المعالم السياحية في الجزائر واللي يقع بولاية نعامة، وهو فندق المكثر المسمى على أحد الجبال تاع المنطقة تاع نعامة. وهذا الفندق اللي يعد واحد من سلسلة الفنادق التي صممها المهندس المعماري العالمي فيرنون بويو. إذن هذا الفندق هو حتى يعني هو يعني من سلسلة الفنادق، هو المنسي كذلك، يعني من كل فنادق تم ترميم تاعها وتجديد ديالها. وهنا نلاحظ أن الفندق هذا رغم أنه عنده نفس الطابع التاريخي والحضاري والسياحي، إلا أنه يبقى يلقى تأخر كبير في عملية الترميم نتاعه. إذن إن شاء الله المسؤولين في الولايات هذه يا خويا يتفطنوا شوية ويفيقوا وينوضوا شوية يتحركوا، يعني من ناحية العمل، عمل لازم عندهم عمل يقوموا به، ما يبقاوش راقدين كما نلاحظ يعني في بعض الولايات. لابد الرجل المناسب في المكان المناسب والمسؤول المناسب في المكان المسؤول المناسب. إذا خليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذا المعلم السياحي، والسلام عليكم. ولأنه يحمل اسم أشهر جبال المنطقة، تصميمه مستوحى من قصورها، إلى جانب ما حمل من الذكريات، فإن فندق المكثر بالعين الصفراء افتك مكانة بين المعالم التراثية. تواجدون في أقدم فندق على مستوى ولاية نعامة بمنطقة التوسع السياحي مكثر، الذي صممه المهندس الفرنسي بويون. الهندسة المعمارية مستوحاة من قصور المنطقة، حيث كان معلم للسواح الأجانب. هنا تمتزج السياحة الصحراوية والسياحة الجبلية والسياحة الاستكشافية. الترويج للسياحة بنعامة واستغلال مؤهلاتها أهداف يسعى مسؤول القطاع لبلوغها من خلال ترميم وعصرنة فندق المكثر، الذي يتميز عن غيره بموقع وسط الكثبان الرملية، والذي يؤهله لأن يكون قبلة للسواح الأجانب. تأتت الدولة أنه تقوم بعملية العصرنة وإعادة تأهيل هذا الفندق، وذلك بتخصيص مبلغ مالي معتبر يقدر بأكثر من 49 مليار، عصرنة كل الغرف، وكذلك بالتهيئة الخارجية، حيث تم غرس أكثر من 500 شجرة. وإن شاء الله يعني بتعليمات لأسداها السيد الوزير يعني في زيارته الأخيرة، أنه هذا الفندق يدخل حيز الاستغلال في نهاية هذا السنة، أي ديسمبر 2023. المرحلة الأولى كانت هي عملية ترميم وعصرنة الفندق، والمرحلة الثانية تأتي بإضافة بعض الهياكل. عند الافتتاح الفندق سيكون لدينا يعني استلام 56 غرفة، وكذا مسبح ومساحة خضراء. إعادة فتح مركب المكثر يعلق عليه سكان المنطقة آمالا كبيرة لإعادة بعث النشاط الذي لطالما ساهم في إضفاء حركية بكل الأبعاد الإيجابية.